باشمهندسة مريم، ازيك؟ اهلا اهلا بيك. انت اجدد عامله هنا؟ انا اجدد واحده هنا. بقالك قد ايه؟ بقالي شهرين في الكوميتين. ده شهرين بس، ده انت لسه جديده خالص. ايوه. وانت هندسه قسم ميكانيكا؟ ايوه، ميكانيكا انتاج. اجدع الاقسام طبعا، ميكانيكا انتاج كده كده. ده عشان كان قسم يعني. بس انت كنت بتحب القسم ولا التنسيق بتاع اعدادي ولا؟ لا، كنت بحبه وانا ثالثه على الدفعه. بجد؟ ما شاء الله. طب ايه اللي اختلف بقى بين الدراسه وبين الحياه العمليه؟ وانا اصلا عملت تدريب هنا في بروميتين، مشروع تخرجي كان هنا، كان مع استاذ مصطفى. يعني هنا الدنيا صعبه، يعني هناك في الكليه كلام نظري جدا، هنا على ارض الواقع بقى لا، صعب جدا بس في تحدي، فبالتالي الموضوع ممتع قوي صراحه. طب بنوته حلوه زي كده، ليه تختاري الكاوتش؟ كان صعب. عشان الموضوع صعب. ايوه، برافو عليكي والله. طب وناويه تكملي بقى ان شاء الله؟ ايوه طبعا، باذن الله. الموضوع صعب وبيتحرك بسرعه، فكل ما تحل حاجه يطلع لك حاجه، كل ما تحل حاجه يطلع لك حاجه كده يعني. برافو عليكي والله. انا مبسوط جدا ان انت متحمسه له، ومبسوط ان انت كمان اتمرنتي هنا، وده اللي حبيبك انك تشتغلي. دي حقيقة. وقدامك بقى لسه ان شاء الله مشوار طويل. ايوه ان شاء الله. طب انت بالظبط بتعملي ايه في المصنع؟ يعني شغلتك ايه؟ انا مهندسه تخطيط مواد خام، يعني انا بتنبا او بتوقع بكميه المواد الخام اللي احنا محتاجينها علشان نبني العجل ده كله، بناء على احتياجات السوق. بنشوف مثلا محتاجين عجل ايه، وبنترجم ده لمواد خام، فبنحدد هنطلب كميات قد ايه على فترات قد ايه، علشان يبقى في دايما توازن ما بين مستوى المخزن من المواد، ميبقاش يبقى موجود على طول، بس مع مراعاه التكاليف، يعني ما يبقاش مثلا عندي كتير قوي، ما يبقاش عندي قليل قوي كده يعني. طب وانت ازاي بتعرفي تحسبيها دي؟ يعني انت ممكن فجاه يحصل حاجات؟ احنا بقى بنحط في اعتبارنا اي ريسك ممكن يحصل، اي مخاطر ممكن تحصل، عشان دايما يبقى عندنا خطه بديله وما نوقفش الانتاج يعني. طب اخبار التنبؤات ايه؟ يعني كلها حلوه ولا في حاجات قلقت؟ لا كله تمام. ان شاء الله يبقى كله حلو، واشوفك دايما على خير، وبقى إن شاء الله. لما تعملي بقى رقم كده كويس ان شاء الله نتقابل تاني، ويبقى انتاج اكتر، وتبقي حققتي حاجات اكتر بكتير. ان شاء الله. شكرا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش،